مرحبا بكم اليوم الناس كل في قناتكم مساحة. كما تعرفوا الدولة تعدد الأخبار أنه سامي الفيري معنا في مرحلة خطيرة، نقلوه من السجن إلى المستشفى. إن شاء الله ربي شيء بقى لستر، لكن منجي الشابي وجه له رسالة وكتب: سامي كإنسان وكمبدع لا نقاش، لكنه لا يفقه في السياسة وترك أمورها في قناته لمجموعة بغيضة حاقدة استنصالية تاريخها معروف في العملاء لفرنسا والنظام السابق، وهي أكثر تطرف من الدواعش تهجموا على القوى الفعالة والشخصيات والرموز الوطنية النزيهة وسخروا من يدافع عن قضية فلسطين. سامي لم يفهم أن تغيير استراتيجي حدث في تونس، لكن العصابة فهمت فصبت حقدها وبغضها على رموز المرحلة. سامي الفيري لعب بالنار فطاله اللهب واحترق، أما العصابة فقد نجحت ولكن إلى حين. كما كنت تسمع ذي رسالة منج الشاب إلى سامي الفيري، وحب يوصل مساج لسامي والرأي العام أنه سامي عمر ما كان يفهم في السياسة، وعطاه معناه برنامج اللي كانت فيه مريم بالقاضي. فهمتني ولا العباد ما تفهمش بالسياسة، وهي اللي جابت المتاعب لسامي الفيري. وكما تعرفوا الأيامات الأخيرة أنهم طلبوا معناه من سامي معناه مفاوضة ما بين سامي الفيري تنحى البرنامج هذاك تخرج ديجا صحيح تنحى البرنامج هذاك، لكن سامي الفيري اليوم ما خرج من السجن. كما يشوف مسكين تو معاناة بقي يعاني فيها، عنده أكثر من عام في السجن ما شافش عائلته، ربي يفرج عليه ويبقى عليه ستر. وكنكون وصلنا إلى نهاية الموضوع.